مجتمع الجزائري مجتمع استهلاكي. احنا ان شاء الله نحاولوا نرشدوه شويه شويه باش ننقص من هذا الاستهلاك. المجتمع الجزائري كذلك مجتمع مسافر. ربما كحكومه ربما لازم نعود النظره تجاه وكالات السياحه. فيها التفكير. وكاله تاع السياحه ما نعرفش انا اذا كان وكاله غير تخرج لي ولا تجيب لي. ولا بالك تتفقوا معنا لان ماهوش مساس بالقدره الشرائيه للمواطن. بالك اللي يحب يسافر للخارج نديروا له واحد لاطاكس شويه خشينه هكذايا. على الاقل اللي يحب يسافر بالبركه عليه، لكن هذيك لاطاكس نزيدوها شويه في المطاعم المدرسيه ولا في دعم الحليب ولا اشياء من هذا القبيل. كذلك تدخل في ثقافه ارشاد المواطنين. سيدي رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، وقيلا ما عجبتكمش لاطاكس هذه. هذه الساعة ماهيش راح تجيكم في مشروع قانون المالية لسنة 2018.